بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إصحاح الرابع والأخير من رسالة كولوس. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. فاكرين الوصايا النوعية؟ نساء، رجال، أباء، أطفال، عبيد، سادة، ماشي؟ ما احنا ماشيين على كل الفئات. الحاجة الخاصة بالسادة ايه؟ خليكوا فير، خليكم عادلين، لأنه من أكتر أخطاء ذوي المسؤولية هو الظلم، أنه يظلم عبد أو يميز عبد عن عبد أو يدي حاجة مش في مكانها أو مش في حقها. فقال قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا في السماء. تلاحظوا أنه كل مبدأ محمول على فكر روحي. يعني قال للعبيد أطيعوا سادتكم، مش مجرد وصية، قال ما تنسوش أن ربنا هو اللي يجازيكم. ولما قال للسادة خليكم عادلين برضو قال لهم ما تنسوش أن أنتوا كمان عبيد، لأن سيدكم واحد في السماء. رجع تاني يوصي كل شعب الكنيسة بقى بعد ما قال لنا، رجع معاكم ثلاثة، قال أميتوا أعضاءكم واطرحوا عنكم الكل، والبسوا المسيح، البسوا الأحشاء، وتجددوا، عيشوا في تجديد مستمر، وخلي كلمة ربنا ساكنة فيكم بغنى. ودانا كل المبادئ الروحية دي. رجع يكمل، ما خلصش لسه، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. كل اللي احنا فيه ده ممكن نحطه تحت عنوان طريق النقاوة، لأن نقاوة القلب عاوز شغل، عاوز شغل كتير، عاوز واحد مشغول بكلمة ربنا. مش بيقول صلوا، بيقول واظب، لأنه كل الناس بتصلي، لكن واظبوا دي لا، مش كل الناس بتواظب. واظبوا أقوى من صلوا. ليه؟ لأن المواظبة معناه أنك بتاكل بانتظام، باكر غروب نوم مثلا، في وجبات، في سيستم، في قانون. إنما صلوا، طبعا الواحد بيقول يا رب في أي لحظة، لا، مش هي دي اللي هتكبرك، مش هي دي اللي هتبنيك. واظبوا على الصلاة معناها هذا الراعي يعرف جيدا قيمة الصلاة اللي فيها مواظبة، هي دي اللي هتبني الواحد. ساهرين فيها بالشكر، يا واحد يسهر عشان يشكر، طيب يسهر لما يتزنق ويطلب. عادة الناس تعمل كده لما يعني يبقى في مشكلة كبيرة قوي، تبقى مش جاي لك نوم فبتقول يا رب. إنما عمرك سهرت عشان تشكر؟ هي دي اللي بيعملوها الرهبان بقى، يصحوا في نص الليل يسبحوا، ما هي ساهرين فيها بالشكر، مش بيصحى عشان يطلبوا حاجة. احنا للأسف لأن الشكر ضعيف في حياتنا، يبقى نشكر الصبح لما نصحى. إنما ساهرين فيها بالشكر، يعني من كتر ما هو حاسس إنه مديون لربنا هيسهر عشان يقول له أشكرك يا رب، أباركك وسبحك. ثالث مرة في الكولوسي يفكرنا بالشكر، قال في 2 متفاضلين فيها بالشكر، وقال كونوا شاكرين في كولوسي 3، وقال في كولوسي 4 ساهرين فيها بالشكر. شوفوا 3 وصايا شكر في رسالة واحدة 4 إصحاحات. يعني الوصية دي مهمة قوي، حياة الشكر، لأن القلب الشاكر قلب نقي، أما القلب المتذمر قلب لسه مش نقي. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. هنا تلاحظوا كذا حاجة مهمة بقى. أولا بولس بقلب نقي متواضع بيقول يا جماعة صلوا لي، صلوا لك يا عم، أنت محتاج حد يصلي لك؟ آه محتاج. مصلين في ذلك لأجلنا ليفتح لنا الرب بابا للكلام. هو انت محتاج باب للكلام ده؟ انت ما بتعتقش لا يهودي ولا اممي ولا رئيس ولا، انما لا، عاوز كل الدنيا تصلي له. اذا فكره ان الكنيسه تصلي للراعي والراعي يصلي للكنيسه دي فكره كتابيه، كلنا بنصلي لبعض. ما فيش حاجه اسمها انه الكبير ما يصليلوش، لا، ما كل محتاج للصلاه. الحاجه الثانيه، تعرفين عند اخواتنا غير المسيحيين لو قلت له صلي لي ما يفهمهاش، يقول لك ادعي لي. انما صلي لي دي يعني مره حصلت زمان كده لقيت الشخص اتخض، يعني ما فهمهاش.
لكن احنا عندنا لا صلي لي، يعني ايه؟ يعني اقدم الصلاه لحسابي، يعني انشغل بيا لدرجه ان الصلاه اللي بتصليها مش ليك ليا، دي محبه اصلا. اصل لما نصلي لبعض ده تعبير حب قوي، لان ممكن ما بقاش عارفه ادي لك حاجه، انما لما بصلي لك معناه بحبك، لاني يعني خدت من الصلاه بتاعتي لحسابك، فتدل على حب الراعي رعيته والعكس، وتدل على قيمة الصلاة. بولس واعي جدا أن الصلاة أهم حاجة في الخدمة، وهي اللي بتدي نعمة في الكلام، ليفتح الرب لنا بابا للكلام. برضو بابا للكلام دي معناها جميل، أنه ساعات يكون الباب مقفول، يعني إيه؟ في شخص مش راضي يسمع، قافل ودانه، باب مقفول، يا مناس ملهاش مدخل، يعني يبقى الواحد عاوز يكلمها بس مش لاقي باب يدخل منه، دي ما تنفعش تتفتح غير بالصلاة. هنا بقى دي عاوزة صلاة تقوم تفتح لك باب، توجد مدخل أو منفذ يدخل منه الكلام. لكن في ناس ما لهاش مدخل، ناس كتير كده. بولس كان بيصلي في أتينا مش عارف يدخل على الجماعة الفلاسفة دول إزاي، لغاية ما ربنا فتح له باب لما لقى إيه؟ مذبح لإله مجهول، بس لقى الباب، فدخل يقول لهم بصوا أنا شايف إن أنتم متدينين، وابتدى يدخل من المدخل ده. فالواحد لازم يتعلم في صلاته، يا رب افتح باب للكلام، أو ادي فلان نعمة في الكلام، مش لازم أنت اللي تتكلم. طب ليه ما تطلبش الكلام لشخص آخر؟ عشان كده كانوا يعلمونا زمان لما ينزلوا اتنين في الخدمة، واحد يتكلم والتاني يصلي، والاتنين بنفس الأهمية، ويمكن اللي بيصلي أهم. ليه؟ ما هو أصل الكلام كلام ربنا، يجي على لسانك ولا لساني مش مهم، المهم يدخل القلب ويغير. طيب خلينا نشتغل شغلنا، شغلنا ايه؟ نصلي يا رب افتح القلب، افتح باب. هو يقول انت تقول، مش دي القضية. المهم التاني لازم يكون شغال صلاة، مش قاعد يعد على صاحبه الخطأ، يقول هو بيعرف يحضر ده ولا ما بيعرفش، حضر ايه انت التاني؟ متصلي له، خليه يقول كلمة حلوة تدخل القلب. مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح. كولوسي واحد، فاكرينها؟ شغلته سر المسيح. من هو المسيح؟ رأس الكنيسة، مخلص العالم، رب الكل. شغلتنا كده، الذي من أجله أنا موثق أيضا. طب يا بولس، يعني أنت موثق في السجن، باب إيه اللي أنت مزنوق فيه دلوقتي؟ يعني هتتكلم مع سجن؟ لا، برضه ما بيسكتش، شوية مساجين حواليه، السجان يدخل مدخل له العيش والحلاوة، برضه ما يخلعش الأمر. إنما لا هيقدر يطلع يوعظ ولا يقعد في كنيسة ولا أي حاجة، بس برضه صلوا لنا ليفتح لنا الرب. لو واحد مكانه يقول صلوا لنا خلي فترة تخلص، صلوا لنا خلي الظروف تتعدل، صلوا لنا خلي نيرون ربنا يفتكره والكنيسة تعيش في سلام، أبدا. صلوا لنا عشان ربنا يدينا نعمة نتكلم. تكلم حاجة أبعد من عقل أي واحد فينا. أي واحد في سجن في ظروف زي كده كان ممكن يصلي يا رب ارفع غضبك عن الكنيسة، ريح الكنيسة من هذا السلطان الغاشم بتاع نيرون المجنون، فك أسر بولس الرسول، ده بترك الكنيسة دلوقتي، فك وخلي الكنيسة تنطلق تاني. أبدا، بيقول صلوا لي عشان نتكلم في السجن، كي أظهره كما يجب أن أتكلم. يعني ايه؟ شوفوا بولس شايف حاجة مهمة، ان الواحد لما يتكلم بيظهر المسيح. في غلطه يقول لهم ايه؟ انتم الذين قد رسم امام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. بولس ما كانش بيعرف يرسم، حدش قال ان عمره كان رسم، انما هو كان يعمل ايه؟ من كتر ما يتكلم عن المسيح وصليبه الناس تبقى متخيلة المنظر، لانه يظهره. فاهمين المعنى؟ أظهره كما يجب، يعني إيه؟ يعني من كتر الكلام بحب واقتناع ووعي وفهم تبقى الحكاية ظاهرة زي الشمس. هذه قوة الكلام، كي أظهره كما يجب أنا أتكلم، يعني لازم أتكلم بالدرجة اللي تظهر المسيح، لأن ممكن واحد يتكلم بس يفضل المسيح متغطي، لأن كلامه ما وصلش، ما وضحش، ما بينش المطلوب، ما قدمش المسيح ظاهرا. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج،
مفتدين الوقت بعد ما انشغل بالبناء الروحي، البسوا اطرحوا تجددوا تسكن فيكم كلمة المسيح واظبوا على الصلاة، تيجي مأمورية بقى الناس اللي حوالينا دول بيعطلوا النقاوة، بالذات الذين من خارج الكنيسة من خارج الإيمان، لو بتتعامل معهم كتير دول ليهم فكر تاني خالص واتجاهات تانية ومعيشة تانية خالص. طيب ما دول هيعطلوك طبعا، لو دخلت معهم زيادة هيعطلوك. فيقول ايه؟ اسلكوا بحكمة، اصل احنا بين نارين. الذين هم من خارج عندنا مشكلتين، لو قربنا منهم قوي نتعدي ونبقى بنفكر زيهم فنقع في غلط، ولو بعدنا قوي يبقى مش هنوصل للرسالة اللي عندنا ليهم. فعاوزة حكمة، ليه؟ تقرب قد ايه بحيث توصل بس ما تتأثرش. فاهمين الحكمة مطلوبة ليه؟ ازاي تتعامل مع غير المؤمنين بالدرجة اللي تقدم فيها المسيح من غير ما ياخدوك وينزلوا؟ ازاي تنزل البحر وتنقذ الغريق من غير ما تغرق معاه؟ عاوز حكمة. فاهمنا؟ عشان كده بيقول اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج، دول بالذات عاوزين حكمة خاصة. ليه؟ واحد يقول لك انا هروح اوعظ صاحبي، وبعدين صاحبه يغرقه في الكلام، تلاقي الولد اللي راح يوعظ صاحبه ده رجع افكاره ملخبطه ومتشكك في الايمان وضاع. يا عم انت كان حد قال لك روح، ما كنت تبعد عنه، انت مش قد المأمورية دي لسه. المأمورية دي عاوزه ناس مليانه شويه، اسلكوا بحكم، ابعد شويه من جهة الذين هم من خارج. فالحكمه تقرب قد ايه وتبعد، او تقرب امتى وتبعد امتى. ممكن تشارك في حاجات تانية لا، ممكن تتكلم في حاجات تانية لا، تقدم المسيح ازاي وما تستقبلش بعد كده الافكار الغلط. اسلكوا بحكم. من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، يعني ايه علاقتها؟ الوقت قليل، فالقضية ايه؟ ازاي تكسب أكبر عدد من هؤلاء الذين هم من خارج في أقل وقت ممكن؟ دي عاوزة حكمة برضه. أنت بتحسبها دلوقتي، مين ألحقه أنقذه في الوقت المحدود اللي قصادي؟ إحنا هنعيش وقت محدود، يا ترى تقدر تجيب مين في الوقت ده؟ فمن أجل الوقت المحدود، من أجل فداء الوقت، تحتاج أن تكون حكيماً عشان ترتب أولوياتك. ساعات الناس بتزعل مننا احنا الكهنة، يجي واحد يقول لي يا ابونا بقالك كتير ما جتليش. يا ابني حبيبي احنا مش رايحين نتسلى، طب ما انا اجي لك ليه؟ ما انت بتيجي الكنيسة وحلو وعارف ربنا، ما تسيبني اجري ورا اللي ما يعرفش ربنا وتعال اجري معايا. انما تلاقي الناس تزعل، يضطر نسلك بحكمة عشان ما يعصرش وما يبعدش. انما بصراحة لو هم كل شعب الكنيسة خدام، لا أفرح قوي لما واحد يقول لي يا ابونا بصراحة بخاف أضيع وقتك معايا، أنا بصلي لك. أقول له كتر خيرك، صلي لي وصلي لكل الكهنة والخدام وتعال اخدم معانا كمان. إنما يبقى عاوز بس المجاملة ويزعل قوي لما ما يتجاملش. الوقت مقصر، مش بتاع مجاملات. مرة رايحة أجامل سيدنا أنبا موسى في حد من إخواته ظن أو كده، وبعدين أول ما شافني قال لي ايه اللي جايبك بس؟ قلت له سيدنا يعني ربنا يعزي قضاء نيافتك وبتاع. قال لي بس روح شوف شغلك بس امشي. وقال له كل كان الكلمتين دول، يعني احنا بتوع مجاملات. فاهمين الفكره؟ القلب النقي مش مستني كلام من ده. واخدين بالك؟ انما واحد فيكم بقى ممكن يزعل ويقفش وتبقى شغلانه، ازاي ما سالش عليا؟ الحب حلو صحيح، إنما اللي فاهم مفتدين الوقت هيحسبها بطريقة تانية، لأن الوقت مقصر. النفس دي غالية، الدقايق دي غالية، ثم ممكن الشخص ده يضيع. هنقعد نتسامر ونحكي ونشيف ونسيب الناس اللي بتضيع تضيع؟ اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكم كلامكم كل حين بنعمة. كل حين تطلع الكلمة بنعمة، ما فيش كلمة تطلع كده ولا كده. طب ده دي بقى تطلع ازاي دي؟ كل حين، هذه نقاوة القلب برضه. اللي قلبه نقي ما فيش كلمة بتفلت،
كل كلمة طلع بنعمة، طلع لها تأثير، طلع لها بركتها. ليه كانوا بيجروا على القديسين يقولوا نسمع كلمة؟ لأن الكلمة طلع بنعمة. تسأل القديس من دول سؤال تعيش بيه بقيت عمرك، كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. يعني ايه؟ ما اصل النعمة دي ما تجيش غير لما يبقى وراها شغل. الملح دايما إشارة للجهاد وللتعب وللصلاة. عارف لما تيجي تطبخ الأكل فتلاقيه عادل فتصلحه بملح؟ طبخة الأكل دي عاوزة تتصلح بروح الصلاة، بجهاد المحبة. تتعب شوية في التحضير، تتعب في الصلاة، ده يبقى مصلحا بملح. النعمة على ربنا، انت عليك الملح وهو على النعمة. النعمة دي من السماء، انما انت حط ملح، اشتغل شوية. فاهمين الفكرة؟ فليكن كلامكم كل حين بنعمة، دي من السماء، وبملح ده شغلك وجهادك، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. برضو تلاحظوا حاجة، الباراجراف ده يعلمنا مبدأ. هو قال صلوا لي عشان ربنا يفتح باب للكلام. هو ككارز مسؤول يقدم المسيح لكل مكان. انت مش كارز بس انت مسيحي، انت مش هتقدر تقف تدعى زي بولس، مش ده دورك ومش رسالتك، انما انت مطالب ان تعلم كيف يجب ان تجاوب كل واحد ان سئلت. فاهمين الفرق؟ يعني بولس مسؤول يقدم الرسالة لمن يسأل ولمن لا يسأل، وانت كعضو حي في الكنيسة لازم تتعلم كيف يجب ان تجاوب على الاقل. دي ما تهربش منها بقى. يعني مش هنقول لك اوعظ في شغلك، بس لو سئلت عن ايمانك في شغلك لابد ان تعلم كيف يجب ان تجاوب كل واحد. وهنا كل واحد معناه ايه؟ كل واحد له اجابة، مش لاننا بنغير في الاجابات، لان كل واحد له باب، كل واحد على قد تفكير، كل واحد على قد خلفيات، كل واحد على الموضوع اللي بيسأل فيه. طب دي عاوز تتعلمها، دي تتعلمها، تتعلمها بالصلاة وبالتلمذة. فبيقول ايه؟ ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لكي تعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد. كأنه حد دوره هو ككارز وهو في السجن بيتكلم، ودور الرعية كارزين بس على مستوى اقل، على مستوى الاجابة على الاقل. لما كنتش انت اللي هتبادر بفتح الموضوع، على الاقل لما تتسأل ما تهربش، اقل ما فيه. ويبقى ليك دور تاني مع الكارزين بالصلاة، صلي لهم ان ربنا يديهم نعمة لما يفتحوا، يا ربنا يفتح لهم الباب. جميع احوالي سيعرفكم بها تخيكوس الاخ الحبيب. خلاص الرسالة بتشطب كده، فدايما ينهي بسلامات وعلاقات، فيقول ايه؟ أحوالي هيحكيها لكم تيخيكوس. تيخيكوس ده واحد من تلاميذه اللي بعت معاه الرسالة. والخادم الأمين والعبد معنا في الرب. اتفقنا من كولوسي واحد، ما تجيش سيرة خادم إلا ولازم يديله كلمتين حلوين كده في حقه، لأن هو بيحب تلاميذه وبيحب الخدام اللي معاه، ويرى فيهم المسيح العامل فيهم، شايف. فبيقول الخادم الأمين، مع أن احنا ما نعرفش حاجة عن تيخيكوس ده، إنما هو شايفه الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب، الذي أرسلت إليكم لهذا عينه، ده اللي شايل الجواب، ليعرف أحوالكم. يعرف أحوالكم معناها إيه؟ هيروح ويرجع. فهمتوا؟ يعني هو شايل الأخبار بتاعة بولس من السجن، فلازم يطمنهم بولس بخير يا جماعة وصحته كويسة وبيحبكم وبيصلي لكم. بعدين يشوف الأخبار وأخبار البدعة ويقرأ الرسالة كم مرة عليهم، ويرجع لبولس يقول له ايه؟ اطمنك، اقول لك اخبار تأثير عليهم محدود من اليهود ومن اليونانيين، ماشيين زي الفل. ويعزي قلوبكم. يبقى تيخيكوس ده له كذا دور، مرسال هيقدم رسالة وهيرجع بالاخبار وهيوعظ، لان هو كمان ممتلئ، فهيعزي قلوبكم. مع انسيموس. انسيموس ده بقى له قصة كبيرة في رسالة فيليمون، بعدت من نفس الوقت. أنسيموس ده اللي كان عبد هربان سرق من سيده فيليمون واتسجن، وبولس قابله في السجن وعمده وتوبه ورجعه بجواب لسيده ورجعه بجواب لكولوسي. فأنسيموس هذا العبد الهارب
اللي كان مسجون إنما بقى خادم زي الفل دلوقتي. الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم من المنطقة دي أصلا، ما هو في ليمون عايش في البلد دي، في ليمون كان في المنطقة دي برضو، اللي هو سيد أنسيموس، فهم عارفين أنسيموس بس ذكرياتهم عنه مش كويس، إنما هو منكم يعني هو تبعكم. هما سيعرفانكم بكل ما هنا. برضو احتمال أنا أقول كده اجتهاد مني، يمكن دي الرسالة الوحيدة اللي بعتها على يد طرفين شخصين. تيخيكوس هو العبد الأمين، إنما أنسيموس تحت التدريب لسه طالع طازة من السجن ولسه متعمد جديد وكان عبد قبل كده، واحتمال ما يعملهوش كويس بسبب ذكرياتهم إن ده العبد الحرامي، فلازم يبعت مع تيخيكوس وبرضو احتياطي يبقى أنسيموس معاه عشان إيه يحترموه ويبتدي يكبر في الخدمة حكمة منه. يسلم عليكم أرستروخس المأسور معي، ما هم كانوا شلة في السجن، تيموساوس وأرستروخس وبولس ولوقا يعتبر سجن فترة. لا استنى، مرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجل وصايا. يعتقد أن مرقس كان في زيارة لبولس في السجن، لأنه في اجتهادات تقول أنه تسجن معه في روما، إنما الاجتهاد الأكثر أن مرقس كان بيتابعه بيروح للسجن زيارة، مرقس التلمذ على بولس، مرقس بتاعنا ماري مرقس، بالرغم أن ماري مرقس أقدم من بولس في رؤية المسيح، لأن بولس أكبر وكراسته كانت أكبر، فمرقس تتلمس فترة على يد بولس. عشان كده في الرسالة الأخيرة اللي بعتها بولس هيقول لهم، هيقول لتيموساوس من فضلك هات مرقس معاك أسلم عليه قبل ما أروح السماء، كان قريب قوي لقلبه في الآخر، فبيقول لتيموساوس الحق تعالى أشوفك وهات مرقس معاك. فهنا مرقس كان معاه بقى وهو في السجن، وهو بيبعت لكلوسي بيقول لهم بيسلم عليكم مرقس. مرقس كان ساب مصر وراح روما غالبا عشان المأموريات، لأن ده كان في نص خدمته، كان جه مصر قبلها ماري مرقس، عشان كده كان بقى بولس سمع أن مرقس ده خادم هايل بعد ما كان زمان رفضه في الخدمة بسبب أنه خاف في بداية الخدمة. مرقس ابن أخت برنابا كان دي شهرته في الأول، احنا نعرف مرقس ما نعرفش برنابا، بس أصل برنابا كان شريك بولس في الخدمة، كبار زي بعض، مرقس كان شباب عنهم شوي أصغر شوي، فكان معروف في المنطقة لسه ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجل وصايا. واضح بقى أنه كان يبعث ريكومنديشنز، يعني مرقس ده بيوعظ حلو تعلموا منه، فكان يبعث لهم مرقس. إن أتى إليكم فاقبلوه، يعني مرقس بإذن الله يعدي عليكم، فده اللي يأكد أنه غالبا ما كانش مسجون، كان في زيارة وهو كمان غالبا هيعدي على كلوسي. يسوع المدعو يسطس، طبعا ده يسوع ده واحد اسمه يسوع على اسم المسيح، يسوع ويشوع ويسطس كلها نفس المعاني في اللغة، الذين هم من الختان، يعني دول من أصل يهودي، مرقس ده من أصل يهودي، يسطس ده من أصل يهودي، هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي تسلية. كلمة جميلة تسلية، يعني إيه؟ يعني عزاء، يعني دول بهجتي في الخدمة. فعلا أجمل حاجة في الخدمة بعد ربنا جو الخدمة، الحب الدافي اللي بين الخدام وبعض، عشرة الخدام لبعض، الشركة اللي تربط عيلة الخدام ببعض، ده تسلية، مش لب وسوداني، تسلية يعني عزاء، بهجة، فرحة، جو نظيف. فدول اللي مرطبين قلب بولس هو في السجن، مرقس وأرستروخس، عيلة كده بيحبوه، أبوهم الروحي بيودوه، صلوا معاه، متعوا بكلامه، فبيقول دول صاروا لي تسلية. يسلم عليكم أبفراس. مين أبفراس؟ اللي جاب الأخبار في أول إصحاح، أبفراس ده اللي خدم في كلوسي وجي قال له أنا عندي مشكلة مش عارف أحلها، الغنوسيين بيقولوا واليهود بيقولوا، فقال لهم أبفراس بيسلم عليكم لأنه مش هيرجع على طول، ما هو بقى بولس له حكمته يوزعهم، فأبفراس هيقعد شوية مع بولس ياخد له جرعتين كده قبل ما يطلع على بلد تاني أو يرجع بعد شوية. يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم، يبقى من البلد دي، عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم. شوفوا كل واحد لازم يقول عليه كلمتين حلوين، هو عبد للمسيح ومجاهد لأجلكم، زي ما قال على نفسه أنا بجاهد عشانكم، قال أبفراس بيجاهد عشانكم، لأن هو ده يعتبر الأستاذ بتاعه المسؤول عن خدمته بالصلوات.
لكي تثبتوا كاملين. تاني كلمة الكمال عمالة تيجي هي. نحضر كل إنسان كاملا، فبيقول بيصلي عشان تثبتوا كاملين وممتلئين من كل مشيئة الله، نفس اللي قاله في كولوسي واحد. فإني أشهد فيه، ده خد حقه بقى لأن ده اللي خدمهم، فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم. قال أنا بشهد للراجل ده غيور قوي عليكم. شوفوا احنا ما نعرفش حاجة عن أفراس، إنما بولس شهد له، والتاريخ سجل شهادة بولس العظيم لهذا الخادم الأمين أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لوذكية، قلنا المنطقة الأوسع، والذين في هيرابوليس المنطقة اللي جنبها. خدام ايه؟ نار، ما بيقفوش عند قرية ولا بلد، اشتغلوا على مساحات كبيرة. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب، غالبا ده الزنزانة الجنب، لأن لوقا كان طبيبه الخاص، كان تلميذه الخصوصي، وبولس لأنه صاحب مرض فيعتقد أن لوقا كان طبيبه. وكثير من العلماء يقولوا غالبا لوقا آمن بالمسيح على يد بولس، ومن هنا فضل ملازمه سنين طويلة لغاية ما راح السماء. وعشان كده كتير يقولوا أن إنجيل لوقا متأثر بروح بولس الرسول، لأن لوقا اعتبروه مثلا عشر بولس عشر سنين، فشارب منه تمام. واخدين بالكم؟ فتلاحظوا أنه لوقا وبولس كانوا أصحابه قريبين لبعض، لأن لوقا كان ملازم لبولس فترات طويلة حتى في السجن. لكن مش عارفين بالضبط لوقا كان سجين ولا كان زائر، لكن احتمال كبير يكون سجين، لأن الشلة القريبة كانت تيموساوس ولوقا، دول اللي بيسافروا في كل حتة، باين بيجوا يزوروا. إنجيل لوقا اتكتب لأن لوقا سافر حتت كتير يجمع الأخبار. يعني إيه؟ غير عشرته البولس، هو اللي فاده في عشرته البولس كتابة سفر الأعمال. سفر الأعمال دقيق جدا، لأن نصه على الأقل لوقا ملازم بولس، فبيحكي اللي بيحصل. إنما لوقا كان له دور في أورشليم بقى، راح للست العذراء قعد معاها، وقعد مع بطرس، وابتدى يسجل، تتبعت بالتدقيق كل شيء، قال كده، فكتب إنجيل دقيق. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس، ده اسمه لوقا الطبيب الحبيب وديماس. ديماس هنا واحد من الخدام الوحيد اللي ما قالش عليه كلمة. قبلها حطه في أول الليست، الرسالة اللي قبلها ديماس محطوط في أول الشلة دي قبل مرقس ولوقا والعتاولة. الرسالة دي آخر الليست بدون تعليق. الرسالة الأخيرة ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر. شوف التدهور، ديماس كان أول واحد في شلة التلاميذ، بعد شوية الظهر رجله جوه ورجله بر، بيشاور نفسه، برد، طفى، مفيش حرارة روحية، مش لاقي حاجة يقولها له، يقولها عنه. ما إنما لسه محسوب من التلاميذ فحط اسمه. إنما للأسف الرسالة الأخيرة اللي بعتها بولس تكشف لنا عن مأساة حزينة. يقول بولس بأسى ديماس تركني. ديماس تركني، يا ريته تركني راح خدمة، يعني كان يفرح. إذ أحب العالم الحاضر، حب الدنيا تاني. شوفوا واحد من الخاصة، يعني ده كان ممكن يبقى مرقس ولوقا اللي كاتبين أناجيل، حاجة يعني كبيرة أوي، كان ممكن الروح القدس يعمل منه حاجة كبيرة أوي، إنما هو ضيع كل حاجة بالخدمة. سلموا على الإخوة الذين في لوذكية، وعلى نمفاس، وعلى الكنيسة التي في بيته. نمفاس ده واحد ظهر كان مبسوط شوية، وكانوا بيعدوا عليه يعني الخدام يستضيفهم، يقول لك مضيف الكنيسة، واحد اسمه غايوس في بلد، واحد اسمه نمفاس في بلد، اللي هي البيوت الكبيرة شوية اللي تبقى ايه كنائس تبتدي فيها، دول غالبا الكنائس تتولد في البيوت دي. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة جعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوذكية. بولس يحب النشر مش للدعاية لنفسه، كلمة ربنا، يبقى فرحان انها ايه اقروها عندكم والدول اللي بعدكم. واخدين بالكم؟ زي ما نقول لكم خدوا شريط للبابا لما تسمعوا دي لجارك، خسارة، كلام حلو يغير. فهنا نفس الفكرة، لما تتقري الرسالة اقروها في البلد اللي جنبكم. والتي من لاوذكية تقرؤونها أنتم أيضا، الرسالة بتاعت لاوذكية مش مسجلة عندنا،
مش معروف، رسالة غير قانونية لم تعتمد في الكتاب. يعني كان في رسائل أخرى إذن غير مسجلة، إنما الكنيسة اعتمدت بس الأصفار دي وسميت الأصفار القانونية، إنما في ذكر لرسائل أخرى. وقولوا لأرخبس، واحد من التلاميذ بس اللي هناك بيخدموا بقى في كلوس، انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. شوفوا بولس لما يعاتب خادم، يعني مش يقول له جرى ايه يا عم، ايه اللخبطة اللي انت بتعملها دي، مش تركز في خدمتك ابدا. شوفوا الادب في العتاب. في اخر الرسالة خالص خادم مهم بس مهمل مقصر، فيقول لهم ايه، قولوا الارخبس انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. يعني ايه؟ يعني انا ملاحظ انك مش واخد الحكاية جد، انت اؤتمنت على امانة ووكالة، تمم خدمتك، اعمل المطلوب صح، انظر الى الخدمة التي قبلتها، عينك على خدمتك، ما تهملش ما تأثر. معنى كده في كل جيل في ناس يعني واخد الدنيا حلوة قوي، وفي ناس بتضيع خالص، وفي ناس بتعرج. في كل خدمة كده، في كل جيل كده. السلام بيدي أنا بولس. أتاري غالبا في الوقت ده كان مازال مرض عينيه مأثر عليه، فكان يمل الرسالة لأنه كبر في السن كمان. وبعدين إيه، بعد ما يخلص كده يقول لهم هاتوا، فين أمضي فين، فيقول لهم دي هنا، فيكتب إيه، السلام أنا بولس ويمضي. فاهمين إزاي الحتة دي؟ حتى في بعض الترجمات يكتبوها بلون تاني، ترجمات الإنجليش، على اعتبار دي بس اللي كتبها بإيده، عشان يتعرف أن الرسالة دي رسالته، عارفين خط في غلط يا بقى، لأنه كان صعبان عليه منهم، ابتدوا يلمشوا غلط. قال لهم انظروا ما أكبر الأحرف اللي بكتبها لكم، وقال لهم أنتوا ساعتها كنتوا زمان عاوزين تدوني عيونكم، إيه اللي جرالكم دلوقتي، بعتوني ومش فارق معاكم الكلام ده، أنا عشان أكتب سطر بغلب، فأنتوا مش مقدرين اللي أنا بتعبه عشانكم. في يوم من الأيام كنتوا بتحبوني، لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني، وتجربتي في جسدي لم تحتقروه، إنما النهاردة ماشيين وراء أفكار غلط، وركنتوا اللي أنا بقوله ونسيتوني. فكان بيعاتبهم بشدة، فالمرض ده استمر كتير معاه. السلام بيدي أنا بولس، وكتب آية واحدة بس بخطه، أذكروا وسخي. هو مش بيكتب كتير، كل اللي فات بيملي، فاهمين؟ اذكروا وثقي كأن فيها كل اللي عاوز يقوله. يعني ايه؟ افتكر اني مقيد بسببك، افتكر ان انا مسجون عشان خاطر الكرازة والمسيح، افتكر ان الخدمة وصلتني الى شركة الام المسيح، انت تدور عليك بقى هتعمل ايه بعد كده. اذكروا وثقي، ابوكم في السجن، يعني انتوا كملوا الرسالة، مش عشان يتصعبوا عليه، عشان يبقوا عارفين انه الخدمة محتاجة كده. النعمة معكم امين، كتبت الى اهل كلوسي من روما، روما السجن يعني، بيد تيخيكوس وانسيموس. نعمة الله الاب تحل على روحنا.